اهلا بيكم برنامجكم اكله العيله، معاكم نهله القاضي من الثلاث للخميس ان شاء الله الساعه 1 الظهر. والنهارده يا جماعه احنا عايزين نعمل اكله حلوه جدا، مش عارفه ليه في ناس كتير جدا مختلفين على انها بتتعمل ازاي، مع انها سهله جدا وكل الناس عارفه بتتعمل ازاي، بس عندهم مشكله في انها تطلع جوسي، اللي هي المكرونه بشاميل. طبعا احنا هنعملها بطريقه سهله قوي وسريعه جدا وطعمها حلو جدا. ودلوقتي نقول المقادير، ومش عايزاكم تنسوا اصل الكلمه دي اللي هي مكرونه بشاميل. كان اصل الاكله دي ايه؟ كانوا زمان بيعملوا لها صوص جانبي، كل واحد ياكل الحته بتاعته ويحط عليها صوص احمر من فوق، بس واضح ان كل الناس نسيت الحكايه دي، فانا جايه النهارده يا جماعه عشان افكركم بالقصه دي. المهم عندنا بقى المقادير ايه؟ المكرونه بشاميل نص كيلو مكرونه اللي هي البنه او القلم، بنه يعني جايه من قلم، البن قلم هي او ريشه، نص كيلو لحمه مفرومه، بصلتين كبار، طماطميتين مبشورين، معلقتين صلصه، وبحط ملح وفلفل اسود وجوز الطيب اختياري للي مش عايز يحط ما يحطش، الصوص الابيض البشاميل يعني، عندنا 4 كوبايات لبن وخمس معالق دقيق، معلقه سمنه بلدي، وهنحط برده قشطه وموتزاريلا، واللي ما عندوش موتزاريلا يكتفي بالقشطه. الصوص الاحمر هنعمل له بقى بصل مبشور وفصين توم كده وشويه توابل كده ظريفه مع الصلصه والطماطم. ودلوقتي بقى ايه، نبتدي على طول شغلنا ونبتدي اول حاجه نعصج اللحمه. اللحمه المفرومه بتتعصج بالزيت، الصوص الابيض بيتعمل بالسمنه، بس عشان ايه نكون واضحين. دلوقتي بقى ايه نعمل هنا الصوص الابيض، هنعمل هنا هنعصج اللحمه اهو، بسم الله. هنحط شويه زيت كده، وبعدين ننزل بالبصلايه كده اهو، عايزين البصلايه دي تاخد لون جميل كده معانا، علشان لما ننزل فيها باللحمه المفرومه تبقى ايه جميله كده وحلوه. وانا عاده يا جماعه بحب جدا ان انا احمر البصله كويس، علشان ده بيخلي لي طعم الحاجه قوي. يعني البصله النيه مش في كل حاجه، يعني طبعا انتوا كلكم عارفين ان انا بحب البصله النيه دي، بتبل فيها الفراخ، بتبل فيها اللحمه، البوفتيك، حتى لو هتدخل الفرن او هتتحمر او واتفر، انا بحبها تكون طبعا نيه اكيد بالوضع ده او مبشوره. لكن لما نكون عايزين نعصج اللحمه المفروض ان احنا، او نعمل محشي، المفروض ان احنا بنستنى على البصلايه دي لما تغمق شويه عن كده. وبكون بقى محضره عندي ايه، زي ما قلت لكم كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، بس انا يعني في ناس بتحب تحط توم على البصله، في ناس بيحبوا يحطوا المكرونه في الفرن نص ساعة. أنا بجد هتجنن، المكرونة مستوية مسلوقة، الصوص معمول اللي هو العصاج معمول، الصوص الأبيض مستوي، وبعدين بيحطوا بقى بيض، مش عارفة ليه بيحطوا بيض على الوش. يا جماعة الموضوع أبسط وأسهل من كده بكتير. أنا عايزة أفاجئك وأقولك إن أنا بحطها في الفرن 5 دقايق، ما بحطلهاش ولا بيضة، الموضوع مش محتاج خالص كل الحاجات دي. على فكرة أنا برضو بعمل حركة ظريفة، ممكن حضرتك تعملي لكل واحد طاجن، وممكن حضرتك تحطيه طاجن كبير الكل ياكل منه، او بايركس او تفال او واتفر يعني ايه اللي بتعملي فيه، بس انا بحب الحركه دي عشان اضمن كل واحد اخد الطاجن بتاعه، بتبقى حاجه يعني حلوه قوي. كل واحد بقى بيخلص الطاجن بتاعه. ومره ما كانش عندي موتزاريلا، اكتفيت بالقشطه، ومش عايزه اقول لك كانت حلوه قد ايه، واكيد موفره طبعا، لان طبعا الموتزاريلا اكيد غاليه وكده، وكلنا برده بنجيب لبن بلدي بناخد وشه كوش وش يعني ايه قشطه اللبن. المهم يا ستي، انا دلوقتي المفروض بقى ايه ان دي تتحمر معايا كويس، عايزاها بقى ايه تغمق عن كده، يعني اقعدي 5 6 7 دقايق كده حمري فيها بس تغمق معانا شويه. خلاص تنزلي بقى باللحمه المفرومه كده اهو. طب عايزه اقول على حاجه بقى، دلوقتي اللحمه المفرومه اللي عندك دي هل هي دسمه او مش دسمه؟ لا دي حاجه براحتك. طب يعني اهلا، ما انت يعني ده مش شرط، احنا كده كده لما نحط ماده دهنيه اللي هو السمنه او الزيت بنكتفي جدا ان احنا حطيناها، ومش مهم خالص انها تكون ايه حمراء او مش حمراء. انا بس اهم حاجه عندي ايه اقعد اتاكد كده انها يعني اتعملت واخدت لون حلو، عشان طبعا احنا لسه ما خلصناش كده. في ناس بقى ما بيحطولهاش الصلصه اللي انا هحطها دلوقتي، وفي ناس بيحطوا، بس انا من الناس اللي بتحط. يعني ليه بقى؟ انا ما بحبش يا جماعه ابقى اللحمه المفرومه بتاعتي المعصجه تبقى كده، يعني ما يخلاش الامر من طماطمايه مبشوره، معلقه صلصه بتدي لون حلو جدا، حتى لو هعمل رقاق، حتى لو هعمل جلاش، انا بحب ان انا اخلي اللحمه المفرومه بتاعتي مش لونها بيل كده وبهتان، لا بحب اديها اللون البينك الجميل اللي هو باخده من الصلصه ومن الطماطم. هشوح فيها كده
يا حياتي يا يسرى ميرسي. ايه رايك بنعرف نطبخ؟ حبيبتي ربنا يخليك. حبيبتي يسرى بس في الكنترول ايه بتنكشني، فانا ايه عايزاها ايه تاكل لما نخلص انا هدوقها، هدوقها قدامكم كلكم ان شاء الله في الكواليس بقى باذن الله. لازم بقى ايه نستنى كده لما تدبل خالص، وعلى ما تدبل بقى معانا انا بس عايزه اقول على حاجه. يعني انا لاحظت كده الفتره اللي فاتت دي في ناس كتير بتحب تقلد اي حد بشكل كوبي بيست. طيب عارفين في مثل انجليزي كده بيقول لك ايه، بيو، خليك نفسك ما تقلدش حد. يعني انا دلوقتي شفت واحده لابسه حاجه هجري اجيب زيها، شفتها مثلا بتتكلم بطريقه هجري اعمل زيها. طيب طبعا اكيد كل واحد فينا عايز قدوه احسن منه يعمل زيها وكل حاجه، بس على فكره انت ممكن شخصيتك انت تكون حلوه وانت مش عارفه. يعني يمكن انت لو عايشه تقلدي في دي وتقلدي في دي وتقلدي في دي، انت شخصيتك وهويتك هتضيع، مش هتبقي عندك شخصيه وهتبقي عايشه بس بتقلدي. طبعا انا ما بقولش ان احنا ما نقلدش النماذج الناجحه الشاطره وان احنا نكون حاجه حلوه، بس ناخدها من حيث ان انا شفت مثلا فلان خط سير حياته وتاريخه ماشي صح فانا همشي صح زيه. مش بتكلم على دي، طبعا لازم كلنا نمشي صح، انا بس بتكلم على ايه، يعني مش لازم كل حاجه اللي التانيه بتعملها انت تعمليها بالظبط. خلي ليكي شخصيتك وخلي عندك هويتك علشان ايه زي ما قلت لك بيو. طبعا ده راجع ان في واحده ما عندهاش ثقه بنفسها، مش حاسه انها مثلا حلوه، مش حاسه انها عندها ذوق، في حين انها لو ركزت شويه ممكن تلاقي نفسها ايه ده، على فكره تقول لنفسها كده انا حلوه، انا عندي ثقه في نفسي، انا بعرف اختار وبعرف انقي وبعرف البس. فخلي عندك ثقه في نفسك علشان ده هيرجع لك انت في الاخر، هتبقي مختلفه ومتميزه زي ما انت، مش تبقي نسخه من دي ومن دي ومن دي. حبيت بس اقول بس الحكايه دي عشان الفتره اللي فاتت دي لقيت الموضوع يعني الموضوع ده زاد قوي. طيب قبل ما احط الصلصه وقبل ما احط اي حاجه، انا عندي هنا بقى ايه شويه ملح كده، شويه فلفل اسود، رشه جوزة الطيب كده مبشور، يعني شويه شطه بسيطه كده، بسيطه بسيطه والله مش كتير خالص. طبعا يا جماعه اللي مش حابب يحط جوزة الطيب ما يحطش، اللي مش حابب يحط شطه ما يحطش، كل ده اختياري. خلاص انا كده ايه محتاجه بقى إيه؟ بصوا بقى ده اللي انا بقول لكم عليه، انا ما بحبش بقى لونها كده، بحب اديها برضو ايه يعني عايزين ندلعها شويه. بنعمل ايه، بنعمل كده اهو، حط ايه بس معلقه صلصه بسيطه ويعني شويه طماطم مبشوره بسيطه برده كده، عشان احنا محتاجين الصلصه والطماطم دي للصوص الجانبي اللي انا قلت لحضرتك عليه اهو. اقعد اشوح كده، انا بس ايه محتاجين نعلي شويه البوتاجاز ده. فطبعا انا دلوقتي مستنيه ان انتوا بقى ايه تكلموني على الارقام اللي ظاهره عندكم في الشاشه علشان نتكلم بقى في الموضوع اللي انا بقول لكم عليه ده. يعني قولوا لي رايكم برضو، ايه رايكم، هل كويس ان الواحده تبقى مننا نسخه من حد تاني، ولا لا المفروض كل واحد يبقى نسخه من نفسه؟ علشان بجد الموضوع ده بجد حرفيا يعني انا بستغرب، انا بقول ايه ده في ايه، يعني انت على طول انت نسخه من غيرك؟ لا انت لازم تكوني نفسك، ما ينفعش كده. ف يعني انا ده بصراحه حبيت ان انا اقوله لكم. وبعدين دلوقتي بقى ايه انا مستنيه بس ايه دي تاخد لون كده. طيب انا دلوقتي لو سبتها بالطريقه دي هي مفرفطه مني، المفروض ان احنا دلوقتي نحط لها شويه ميه. خلاص شوف بس البوتاجاز بتاعنا، هنشوف بس البوتاجاز بتاعنا كده عشان هو ساعات ايه بيعمل حركه كده ظريفه. المهم يا ستي انا دلوقتي عايز اقول لك على حاجه، انا عايزه على ما البوتاجاز يعلى معايا بيعلى بقى براحته، هجيب بوله وهعمل فيها الصوص الابيض. بنعمل الصوص الابيض ازاي؟ انا بحط ايه بقى، بصوا بحط لبن على بس ما نشوف البوتاجاز بتاعنا، بحط قد ايه لبن، انا طبعا قايله لك المقادير في الاول، وبحط كمان الدقيق اهو اهو، حط الدقيق اهو كده، شيل بس اللبن ده كده، نعمل كده عشان نعمل بقى الصوص الابيض على ما البوتاجاز ايه بياخد وقت شويه على ما يعلى، عشان انا عايزه دي وعايزه العندي وعايزه العندي، عايزه الاثنين. المهم دلوقتي يا ستي في ناس بيعملوا الصوص الابيض على البارد، وفي ناس بيحمروا للصوص الابيض الدقيق. فانا بقى ايه عايزه اقول لك ان انت هتعمليه على البارد بيبقى جميل وبيبقى سهل جدا. وطبعا يا جماعه صفحه اكله العيله بتبقى دايما عندنا على الشاشه عشان لو حابه حضرتك تدخلي تستفسري اي استفسار او تسالي اي سؤال، يبقى كده صفحه اكله العيله قدامك اهو، ادخلي وشوفي برده مسابقاتنا وشوفي كل الحاجات الظريفه دي. علشان بجد يا جماعه اللي بيكسب، كنا الاول بنقدم هدايا، دلوقتي حضرتك ممكن تيجي مع تطبخي معانا زي الاء الشريف وزي ناس ثانيه كتيره جم وكسبوا معانا.
فانا بقول لك بقى ايه، يلا تعالي عشان تعملي معانا اكله حلوه، ولو عندك اي سؤال او استفسار برضو يا ريت تدخلي على صفحه اكله العيله وتسالينا. انا دلوقتي عملت ايه؟ انا حطيت اللبن اللي انا كاتبه لكم في المقادير وحطيت عليه الدقيق على البارد وضربت كويس جدا جدا. وفي ناس كانوا دايما يقولوا لي يا نهله احنا عايزين نقول لك على حاجه، هو كده الدقيق استوى؟ ما هو هيتحط على النار وطالما بدا يغلي هيكون استوى، انت ليه شاكه ان هو هيكون استوى؟ في ناس بتخاف، لا مش عايزاكي تخافي خالص. تمام؟ ثانية واحدة بس. بصي بقى يا ستي، أنا عايزة أقول على حاجة هنا. خلاص إحنا كده اللحمة معانا اتعصجت وبقت زي الفل واستوت وخلاص بقت جميلة جدا. نعمل إيه بقى دلوقتي؟ إحنا عايزين بقى إيه؟ نعمل العصاج بتاعنا. سوري، عصاج إيه؟ عصاج إيه يا جماعة اتلخبطت؟ نعمل الصوص الأبيض بتاعنا نحطه بقى على النار. هنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا خلاص ضربنا الدقيق في اللبن. أهو. بننزل بيه كده تمام اهو، وبنضربه كده ايدك فيه. بصي بقى الناس اللي بيبوظ منها الصوص الابيض او الصوص البشاميل، يعني ايه اللي بيحصل؟ ان هم اول ما بيعملوا الحركه دي اللي هي بيعملوه على البارد، اللي بيحصل معاهم ان هم بيفتكروا ان هو ني. طيب لا يا حبيبتي، هو مش ني خالص، هو تمام وزي الفل. انت اللي خايفه انه يكون الدقيق ما استواش، احنا مش عايزينك تقلقي من اي حاجه خالص. احنا بقى ايه، هنفضل نضرب في الصوص الابيض كده. وعايزه اقول لكم بقى ان انا بعمل حركه بقى ايه ظريفه جدا. الصوص الابيض ده طبعا احنا بنحط له برده رشه جوزه الطيب كده، ورشه فلفل اسود اهو، رشه كده من الملح برده تمام، حلو كده. بعدين بنفضل نضرب فيه، ما ينفعش بقى تروحي ايه تتمشي مثلا وترجعي له، لا احنا عايزينه بقى ايه يمسك، يبقى صوص ابيض اهو. بنحط له ايه بقى اضافات بتعليه؟ طبعا الطبيعي او الناس كلها بتعمل ايه؟ بتحط معلقتين ثلاثه سمنه، وتروح حاطه معلقتين ثلاثه دقيق، وتروح مشوحه الدقيق كويس جدا، اول ما يدوب تنزل باللبن، الدقيق يكلكع منها. ليه بيكلكع منك؟ اولا انت لازم وانت بتحطي دقيق تحطيه بالراحه، ايد بتحطي دقيق وايد بتقلب. ايد بتحطي دقيق وايد بتقلب. طيب انت خايفه من الحوار ده؟ زي ما قلت لك كده، هاتي باول حلوه كده حطي فيها كل كميه اللبن وكل كميه الدقيق، وروحي ضرباها بره على البارد، وبعدين حطيها على النار. قولي لي يا نهله طب فين السمنه؟ طب فين الماده الدهنيه؟ طب فين اي حاجه؟ هنا بقى فيك ان انت على فكره تاكليه كده حلو جدا. طب احنا عايزين نعلي طعمه اكتر، انا هسيب الجبنه الموتزاريلا دي للاخر على وش الطاجن، بس ممكن ناخد منها شويه هنا، ممكن نحط هنا لبن باودر ونضربه برده على البارد، ممكن نحط الجبنه المثلثات او المربعه او السايحه برده بتعلي طعمه، ممكن برده نحط حته ايه؟ سمنه بلدي كده حلوه جميله، وبرده ممكن نحط برده حته قشطه كده. عندك بقى قشطه قسميها على ايه؟ على مرتين، مره هنا في الصوص الابيض ومره على وش الطاجن. نقعد ايدينا فيه كده علشان عايزينه يبقى يمسك بقى معانا. هتعرفي ازاي انه مسك معاكي؟ اول ما القوام بتاعه يتقل ويبقى صوص تقيل كده هيبقى خلاص اتعمل معانا. على بقى هو ما يتعمل تمام، انا خلاص مش عايزه كده حاجه من اللحمه دي تاني. بصوا انا هعمل ايه، على السنتة هنا كده. بصوا هعمل ايه، طبعا انا ايدي فيه زي ما قلت لك بس هي النار هاديه شويه. فانا هعمل ايه بقى؟ انا عايزه اجيب طاجن واعمل ايه بقى؟ بصي طبعا احنا المكرونه سلقينها اوريدي معانا اهي. انا شخصيا بروح مقلبه المكرونه على اللحمه على النار، بشوحهم مع بعض فبيسخنوا. عشان كده كنت بقول لك من شويه ليه بتحطيه نص ساعه؟ ما الحاجه مستويه. طب يا نهله ما الحاجه كانت مستويه ومن شويه وانا خرجت عملت مشوار وجيت فدخلتها بقى الفرن عشان تسخن مع بعضها. ما تعمليش الحركه دي، المكرونه بتمسك في بعضها. طبعا في ناس بيحبوا المكرونه خارطه واحده، بس انا شخصيا بحبها جوسي. خلاص؟ طيب نعمل ايه دلوقتي؟ ادي المكرونه اهي، فيكي تعملي طبقات وفيكي تعملي زي ما انا بعمل. انا شخصيا بحب اعمل الحركه دي جدا، اللي هو ان انا احطهم على النار مع بعض، مع بعض كلهم كده، واشوحهم مع بعض، شيل بس ده، وبعدين ابتدي ان انا احطه في الطواجن بتاعتي. شوف بس الاستاذ ده ايه اخباره اهو، قرب اهو ايه يتعامل. خلاص اهو بعمل ايه بقى دلوقتي يا ستي؟ بروح مقلبه كده ايه المكرونه على اللحمه، عشان زي ما قلت لك احنا عايزينها سخنه مش عايزينها ساقعه علشان تدخل خمس دقائق. طب خمس دقائق فرن ولا خمس دقائق شوايه؟ هقول لك على حاجه، هقول لك على فكره ظريفه، انت ولعي الفرن قبلها ب 10 دقائق، الفرن مش الشوايه، وحطي المكرونه بتاعتك في الرف اللي في النص، سيبيها 10 دقائق في الفرن،
الحاله دي بتبقى حلوه في ايه بقى؟ الصوص الابيض والجبنه الموتزاريلا اللي هنكون حاطينهم على الوش مش هينشفوا، احنا مش عايزين الصوص معانا ينشف، يعني احنا مش عايزين الصوص اللي على الوش ولا الجبنه الموتزاريلا تبقى معاكي ايه اللي هي بتبقى كراست كده ناشف وبني وكريسبي. ويقولوا ايه ده، هي ليه مش جوسي؟ مش جوسي عشان حضرتك سايباها في الفرن براحتها، لا المكرونه اسرع واسهل من الحركه دي. فحضرتك هتولعي الفرن مش الشوايه قبلها ب 10 دقائق وتدخليها في الرف اللي في النص 10 دقائق، هي خلاص داخله سخنه، الجبنه هتسيح وهتفضل طريه. لو انت عايزاه وشها ياخد لون اوريدي الفرن سخن بقى له 10 دقائق فالحراره اتوزعت وشها اوريدي هياخد لون البينك الظريف اللي بيها وانت بتاكلي الجبنه تنط منك. عشان ناس كتير جدا يقعدوا يقولوا لي يا نهله عايزين نوع جبنه، يا حبيبتي والله مش بالنوع، يا نهله انت الجبنه عندك بتنط. ما انا هقول لك بقى، لما تطلعي الجبنه الموتزاريلا من الثلاجه سيبيها تفك، اي نوع بقى سيبيها تفك. تاني حاجه لما تدخليها الفرن ما تولعيش عليها الشوايه وتفضلي سايباها وتقولي ايه ده هي مالها نشفت كده ليه، درجة حرارة الفرن وكون الجبنة فكة منك هو ده اللي بينجح. خلاص المفروض دلوقتي بقى ايه انها سخنت مع بعضها اهي كلها، هجيب بقى الطواجن بتاعتي. انا بحب جدا حركة ان كل واحد يبقى ليه الطاجن بتاعه، اضمن بس ان هم ايه اكلوا الاكل وخلصوه وان ما حدش يقول لي ايه مامي والله ده انا اكلت انا خلصت. ايوه ايه الدليل؟ انا بقى الدليل بتاعي وريني الطاجن بتاعك اشوف اشوف خلصت ولا لسه. نعمل كده لسه بقى كده فاضل لنا الصوص الاحمر بتاعها يا جماعه بيبقى جنبها مش بنحطه عليها. بصوا بقى ده اللي انا كنت بقول لكم عليه ان الصوص يبقى العصاب يبقى حلو. الو ام جنى. الو ايوه ازيك يا شيف عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي منوراني يا جميله. عامله ايه؟ تسلم ايدك المكرونه جميله. ميرسي يا روحي، شوفيها بقى في الاخر وهتعجبك وعايزاكي تجربيها وتقولي لي رايك. انا اول مره اشوفها بالصوص الاحمر. اه بصي بقى زمان يا ام جنى كانوا بيعملوا الحركه دي، بس انا مش عارفه ليه الناس نسيت، ان احنا ساعات بننسى تاريخنا وبننسى اصل الاكله. وايت صوص دي حقيقه فعلا. اه على فكره من كتر ما الناس بقت تجود في التوابل وبقت تجود في الاكله فاكرين ان دي شطاره او حاجه احسن او لما كلكع كده في المقادير والدنيا تبقى كده دي حاجه حلوه. كل ما تبقى بسيطه كل ما يبقى احسن. تسلم ايدك يا شيف هجربها ان شاء الله. جربيها وقولي لي رايك يا حبيبتي. مستنياكي، مفيش اي سؤال اي استفسار؟ كنت عايزه طريقه عمل الكبسه. بصي يا ستي الكبسه انت بتستخدمي فيها الرز البسمتي صح كده، وبتستخدمي فيها بهارات زي اللومي اللي هو الليمون المجفف والقرفه، بس كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي والقرنفل بتبقى مش باودر بتبقى متكتله. انت بتغسلي الرز البسمتي، وعايزه اقول لك على حاجه، الرز البسمتي لما تجيبيه بصوا انا بس مستنيه الصوص ايه يتقل معايا، هجيب بس كبشه. اما اجيب الرز البسمتي ليه يا جماعه طبيعه خاصه كده بيه، انا عشان اعمله معامله الرز المصري لازم انقعه، لازم يتنقع ما يقلش عن مثلا ربع ساعه في ميه عاديه، مش هقول لك في ميه سخنه عشان بس ما ندخلوش مرحله التسويه. ومن ميزات الرز البسمتي انه بيفضل مفلفل. حضرتك هتجيبي الرز البسمتي ايا كان نوعه تشطفيه مره ولا اتنين وتنقعيه في ميه، وهتجيبي الفراخ هتتبليها بالتوابل. طبعا هي الكبسه دي مش مصري، مش اكله مصري، دي اكله سعودي. هتتبليها بقى بالتوابل، الفراخ هتاخد توابل باودر لكن الرز هياخد توابل صحيه. التوابل الباودر اللي هتحطيها عليه حبهان مطحون على الفراخ وملح وفلفل اسود وشويه كركم وشويه بابريكا كده، وتروحي مشوحه الفراخ كويس جدا جدا في معلقتين ثلاثه من الزيت، وتشيلي الفراخ وتكوني يا ريت متبلها قبلها ببصل مبشور، ودي حركه بتاعتي مش بتاعتهم، بس الحركه دي بتشيلي الزفاره وبتعلي الطعم وبتخلي الفراخ مستويه علشان البصل بيدخلها في مرحله التسويه. وتروحي حضرتك عامله ايه بقى؟ بعد ما تشوحي الفراخ هتشيليها وتحطي مكان الفراخ بصلية حلوه كده كبيره متخرطه، وتروحي حاطه التوابل الصحيه اللومي والقرفه والقرنفل، وتشوحي كويس جدا في البصلايه والزيت اللي احنا حاطينه، وتروحي حاطه معلقتين سمنه بلدي كمان وتشوحي كويس جدا، وتنزلي بالرز اللي احنا نقعناه وصفيناه هتحطيه وتشوحي كويس جدا جدا، وتحطي شويه بابريكا كده وشويه كركم عشان اللون يبقى جميل، وبتروحي مرجعه الفراخ تاني اللي احنا شوحناها من شويه وما استوتش، احنا شوحناها على الناحيتين، هترجعيها تاني وهتروحي جايبه ميه سخنه وتحطيها عليهم وتعلي لمده 5 دقائق. اول ما الميه تتشرب وانت مغطيه الحله، اول ما الميه تتشرب هتروحي موطيه للنص وتروحي حاطه شياطه وتروحي حاطه عليها بقى الرز بالفراخ. وفي ناس بتعمل حركه كده المفروض انها استوت، هي كده المفروض انها استوت صح كده، بتعملي ايه بقى حضرتك؟ او في ناس بيعملوا ايه؟ بيروحوا احنا على فكره خلصنا خلاص يا جماعه، بصوا الصوص الابيض بصوا اهو
ممكن بس هياخد دقيقه بس، عايزاه اتقل من كده. في بقى ناس بيطلعوا الفراخ بعد ما استوت جوه الرز، بيطلعوا الفراخ ويحطوا على وشها بس مسحه صلصه بسيطه كده بنقطه زيت كده بملح وفلفل، يحطوها تحت الشوايه ويسيبوا جزء من الفراخ في الرز وجزء تاني يحمروه تحت الشوايه، فهي لما بتيجي تقدم بتقدم الرز وجواه الفراخ وبتطلع الكام قطعه دول علشان الجرنش او الشكل يبقى ظريف والفراخ تاخد كراست كده من بره كريسبي شويه، تروح مطلعه الفراخ عليه ودوقي بقى. والله بصي هو الكلام كتير بس التنفيذ هي ما بتاخدش حرفيا نص ساعه، ما بتاخدش، وطبعا ما تبقاش الفراخ كبيره قوي عشان تستوي معاكي بسرعه. خلاص هو ده القوام اللي انا عايزاه اهو من الصوص الابيض اتعمل اهو. تمام نعمل ايه بقى؟ نروح احنا بقى ايه، مش لسه هنجيب كبشه عشان بس وقت البرنامج هنعمل كده، انا بس بجيب الكبشه عشان اشوف قوامه. احنا عايزين قوامه كده يا جماعه، قوامه قوام الكيكه السايله بس اخف شويه. الو نرمين. الو. الو اهلا يا حبيبتي منوره. ازاي حضرتك يا شيف؟ اهلا يا نرمو، ايه الاخبار؟ منوره الدنيا اقسم بالله حبيبتي، ده نورك والله. تمام يا حبيبتي قلبي، تسلم ايدك على المكرونه اللي انت عاملاها. ميرسي يا حبيبتي، تسلميلي. تسلم ايدك يا حبيبتي. ميرسي. بس كان عندي سؤال. اتفضلي اتفضلي. ايه انا عايزه اعرف طريقه النجريسكو بس يكون البشاميل معايا صوصي كده عشان البشاميل بينشف مني. ايه ده انت مش كده، انت مش فاتحه التلفزيون من اول الحلقه. الكلمه دي معناها كده وانا كده هزعل وهجيب ناس تزعل. والله ما لحقتش، والله العظيم انا مستنيه البرنامج بتاعك بس فعلا ما لحقتش من الاطفال بقى. بصي يا حبيبه قلبي، انت اهم حاجه عندي في القصه دي كلها ان انت هتعمليه على البارد او هتعمليه تحمري. قولي لي انت بتحبي تحمري الدقيق ولا بتخافي مبدئيا كده؟ لا مش بحمره خالص. بتحبيه على البارد؟ اه. انت عايزه ايه، تعيشي في الامان. تمام. بصي يا ستي حضرتك، نسبه الدقيق على نسبه اللبن هي اللي بتفرق جدا جدا في الحوار ده. يعني انت هتحطي لكل نص كيلو مكرونه، طبعا يا جماعه النجريسكو بالفراخ مش بال يعني زي لبنى عبد العزيز في الفيلم عامله ايه ده ايه ده يا حبيبتي، ده نجريسكو مكرونه بالفراخ. فانا عايزاكي بقى اقول لك ايه حضرتك، اهم حاجه ان انت تروحي جايبه شويه اللبن دول اللي هم 5 كوبايات لبن لنص كيلو المكرونه، وما تستكتريش اللبن عشان هو ده اللي بيخليها جوسي، وتحطي عليهم 4-5 معالق من الدقيق وتقلبيهم في بعض وما تدخليهاش الفرن كتير زي ما كنت بقول من شويه. ويا ريت تشوفي برده اعاده الحلقه سبت وحد واثنين الساعه 2 على صدى البلد دراما اللي بتجيب مسلسلات وافلام وجميله جدا، هتلاقيني في وشك كده 3 و4 سبت وحد واثنين الاعاده الساعه 2 برضو هتلاقيني بعملها ضمانا يعني لو انت عايزه تعمليها. احنا كده خلصنا، هندخلها بقى الفرن، وطبعا حسب الكميه اللي عندك، عايزه تعملي صوص اكتر، عايزه تحطي جبنه اكتر، تحطي بقى جبنه اكتر هنا. وكمان ده انا يا نهار ابيض، يعني معقول معقول كنت هنسى الحكايه دي؟ القشطه دي يا جماعه عايزه اقول لك هي بتدي طعم مش عايزه اقول لك حلو قد ايه. بس في حاجه بقى معلش انا نسيت، بس اجيب هنا شويه لبن اشيلهم بيها، المفروض ان انا بدوبها في شويه لبن عشان لما احطها تبقى سايحه كده في وش على وش الطاجن. هندخلها بقى ايه، هندخلها بقى الفرن. خلاص ندخل كل ده الفرن ونرجع لكم تاني، واحنا بنرجع هنبقى نعمل الصوص الاحمر. فاصل ثواني وراجع لكم تاني، استنوني. رجعنا لكم تاني ومعايا الفقره اللي بحبها جدا اللي هي الفقره بتاعه ان احنا بعد ما اكلنا عايزين مش بس نهتم باكلنا، نهتم بشكلنا. ومنورانا النهارده حبيبتي خبيره التغذيه العلاجيه الاستاذه سندس مصطفى، بنرحب بيها. ازيك يا سندس؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. بصي بقى انا حبيت ان احنا نبتدي بيكي النهارده عشان نكمل اللي كنا بنقوله، وانا متشوقه جدا ان انا اشوف صورك بيفور وافتر، يعني لما كنتي تخينه وخدتي الكورس وبعدين خسيتي، صورك انت شخصيا مش صور الناس اللي بيجوا لكم او بيتواصلوا معاكم. خلاص فانا طبعا كنت عايزاكي تحكي لي عن تجربتك وازاي احنا بعد ما ناكل الاكل الحلو اللي احنا بنعمله ده وبراحتنا، جبنه قشطه زبده لبن مكرونه، ما فيش حاجه ما بتتخنش يا اختي، كله بيتخن. فقولي لي بقى واحنا كده بنعمل الصلصه، بس يعني انا هستاذنك نص دقيقه وانا بعمل الصلصه كده، قولي لي الاجابه ايه على السؤال ده، ان احنا بعد ما ناكل اللي في نفسنا مش نظام معين نخس ازاي، لان احنا طبعا كل يوم في البرنامج بنعمل اكلات بتتخن، مش هكذب عليكي واقول لك هيلث. فدلوقتي انا بس عايزه احط شويه زيت عشان يا جماعه عايزين نعمل شويه كده ايه صلصه حلوين ناكلهم جنب المكرونه، وهحط البصل، وبعدين عايزين نسمع من حبيبتي الدكتوره سندس احنا نعمل ايه في الموضوع ده. انا هحط بصل وهحط ثوم وشويه خل وصلصه وطماطم، احنا بقى واحنا بنشتغل هي تقول لنا نعمل ايه عشان ناكل الاكل ده ونبقى مطمنين.
بس انا اول حاجه عايزه اقولها ان انا لما هبتدي اكل طبعا الاكل يفتح النفس فهاكل بكميه كبيره تمام. فانا عايزه دلوقتي اكل كل نفسي فيه سواء بقى اكل بيتخن اكل هيلثي طبعا الاكل الهيلثي احنا ما عندناش اعتراض معاه لو اكلت بس برضو بكميات محدده. طب انا دلوقتي عندي اكل معين باكله اللي هو الاكل البيت بتاعنا الطبيعي اللي هو الاكل مش هيلثي. طب انا ممكن اكل بس انا عايزه اكل بكميه قليله اكل ماما اللي انت عارفه انها اول ما بتعرف ان انت عامله دايت بتعمل اكل بزياده كانها بتعمل ده اساسي طيب خلينا نقول ان احنا بناكل كل اللي نفسنا فيه طول ما احنا معانا الانسولين طبعا ده بيساعدنا ان احنا نسد معانا الشهيه هفضل اقول دايما ان هو رقم واحد في مصر اولا عشان ان هو مرخص من وزاره الصحه عشان جربتيه شخصيا وعشان طبعاً. وزاره الصحه يا ريت ينزلوا لنا بس التصريح بتاع وزاره الصحه لازم تكون حاجتي امنه جدا عشان تكون امنه على صحتي يعني انا مش عايزه اخد حاجه تعمل لي مضاعفات بعد كده عايزه في نفس الوقت انزل بطريقه صحيه انزل وزن كويس وما اثرش على اي حاجه ثانيه تمام سواء بقى يعني ان انا شعري يتاثر او الحاجات دي كلها او احس بدوخه الدوخه دي اهم حاجه انا كنت في الاول ما باجي اعمل دايت كنت بحس ان انا دايخه ليه بقى هل عشان قللتي كميه الاكل ولا نوع الاكل اللي انت مش متعوده عليه يعني الدوخه كانت بتبقى منين الاثنين ما انا مقلله كميه الاكل وباخد كميه يعني باخد كميه قليله واكل كمان مش متعوده عليه حلو. يعني هبتدي ان انا اقلل في السكريات من جسمي ما تدخلوش سكريات خالص مع ان الجسم مطالب ان انا ادخله سكريات عشان انت متعوده تاكلي سكريات كتير فقللتيها في الدايت فحسيتي بدوخه بعدين انا لما جيت اعمل دايت انا عماله منع نفسي منع 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 بقول لك عوضي السكريات بالفاكهه بس انا منع نفسي من فاكهه كتير قوي طب ما هي الفاكهه اللي انا باخدها برضو مش كلها تدخلني نفس مقدار السكر حلو فببتدي ان انت تحسي بدوخه الاكل نفسه وباكل بكميه قليله فحس ان انا دايخه وهزلانه مش عارفه افكر بس عايزه اقول لك ايه انا عايز اشوف صورتك عشان اتاكد معلش انا اسفه عايزه اتاكد من اللي بتقوليه ده من خلال صورتك ممكن يا جماعه ايه ده ما شاء الله دي انت يا نهار ابيض والله يا جماعه انا لسه شايفه الصوره دي دلوقتي معاكم لا سندس بجد انت كنتي واحده تانية وبقيتي واحده تانية في حقيقة ايه ده انت انا مش هقول لك كنت كام كيلو بس اللي انا شايفاه ده انت خسيتي ما قلش عن 20 ولا انا بتقلي لا بالظبط كده 20 كيلو ما شاء الله يا جماعه دي صوره استاذه سندس مصطفى خبيره التغذيه اللي قاعده معاكم دي هي دي قبل وبعد يعني عشان كده جايبين وشها احنا لما بنجيب حالات ما بنجيبش وشهم لا هي شخصيا هي قاعده معانا وهي قدامكم لا انت تحكي لي بقى الكورس ده عمل معاكي ايه وايه الفوائد اللي طلعتي بيها لما استخدمتيه وايه الحاجات الحلوه اللي انت جايبها لنا معاكي كعروض عشان تشجعي الناس لان طبعا مش اي حد مثلا هيقدر ان هو يلتزم بنظام اكل دايت توست بني وفراخ مشويه وخضار سوتيه هل انت عملتي كده ولا اكلتي اكل ماما لا اكل ماما عادي تمام. يعني انا في الحلقه اللي فاتت قلت لك ان كانوا بيفضلوا يقولوا لي هو انت مخصمانه مش عايزه تاكلي مش عايزه تكملي عشان كده حبينا نبدا بيكي عشان تكملي القصه طيب انا دلوقتي مش مخصماكم بالعكس انا باكل بس باكل بكميه قليله الاكل ابتدى يقل معايا بعد ما كنت بقوم اخر واحده من على الترابيزه دلوقتي بقوم اول واحده حلو قوي بعد ما كنت باكل مثلا 3 4 مرات في اليوم ممكن اكل مرتين ده انت حاسه بالشبع مش حكايه قرار لا منك لا مش قرار مني انا اخدت القرار مع نفسي مره وجربت مع نفسي مره بس ما قدرتش تمام. انا كنت بحس ان انا لا دايخه مش قادره مش قادره اتحرك بحس ان اعصابي اصلا سايبه لان انا مش باكل حاسه ان انا طول الوقت قاعده هزلانه ومش قادره اتحرك حلو قوي طب ما هو دي كلها اعراض جانبيه انا في غنى عنها طب لما هاخد الكورس لا انا هاكل عادي اللي نفسي فيه عندي باور جامد جدا ان انا اتحرك ان انا اروح واجي خاصه ان الكورس معانا فيه مكون من ضمن المكونات القهوه الخضراء حلو قوي طبعا دي بتنشط جدا يعني في ناس اصلا بتبتدي يومها بفنجان قهوه خضراء فتخليني كده ان انا اعرف اشتغل واقوم واتحرك من غير احس ان انا قاعده كسلانه فانا الكورس بتاعي لا بيساعد كتير انا سليا بيظبط لي معدل السكر في الدم فمش حاسه بهزلان مش حاسه ان في نقص في السكر بتاعي مش حاسه باي حاجه من الحاجات دي تمام فانا لما ابتديت مره ان انا اعمل دايت مع نفسي اللي هو انا هقلل في الاكل فالدنيا هتمشي لا ما عرفتش خالص يعني اللي احنا شايفينه ده من خلال كورس الانسيليوم طبعا قولي لي ايه اللي جوه كورس الانسيليوم بجد خلاكي في الحاله اللي انا شايفاها قدامي دي شايفه بنوته جميله جسمها جميل متناسق جدا مع طولها ولا هي رفيعه قوي ولا هي طبعا مليانه خالص انا عايزه اقول لك ان انا نزلت كتير قوي يعني على الصور المحطوطه انا نزلت كتير قوي بس مش هو ده اللي كان راضيني فرجعت تاني اللي هو لا انا مش عايزه اثبت انا عايزه املى سيكه كمان حلو لان كل واحد بيبقى ليه تقسيمه معينه حاببها في جسمه يعني في ناس تقول لك لا انا عايزه ابقى على المثالي اللي هو مثلا لو طولي 150 ووزني 100 يبقى انا لازم ابقى 50 كيلو طيب قولي لي بقى ايه اللي جوه الكورس خلاكي بارادتك توصلي للوضع ده من غير مشاعرك ولا بشرتك ولا جسمك يتاثر حلو خلينا نتكلم عن الانسوليم الاول لان اول خطوه لازم تاخديها في الكورس انك تسد الشهيه بتاعتك
تمام. طيب اسدها ازاي؟ انا محتاجه ان انا اكل بكميه قليله، يبقى من خلال الاناسيليوم. اول حاجه موجوده في الاناسيليوم قشور السيليوم. طيب قشور السيليوم ده طبعا نبات بيتحول لماده جيلاتينيه، مثلا الاناسيليوم ده بيتحول لماده جيلاتينيه في المعده بيملى معانا تلتين المعده. تمام. فبيحسسني بالشبع، كنت ببقى حاسه ان انا شبعانه من 7 لـ 8 ساعات. جميل. ناس كتير قوي على فكره بتتكلم على قشور السيليوم تقول لك بتحسسني بالشبع، انا بحس ان انا شبعانه، بس انا عشان جربت كنت ببقى قاعده مثلا حوالي 7 8 ساعات انا مش قادره ان انا اكل. طيب اي حاجه معديه قدامي لا انا مش قادره اشمها، مش قادره اكلها، ابعدوها عني. طب اما ابتدي بقى بعد الثمان ساعات ابتدي اجوع بس مش القوي. اللي هو انا جعانه بس مش هقعد اخد مثلا طبق كامل. لا انا جعانه عادي، اللي هو الاكل محطوط فنفسي راحت له فببتدي اكل، ببتدي اكل حاجات خفيفه قوي. يعني انت جعانه كانك واكله من ساعتين. ايوه بالظبط، فبطنك اوريدي مليانه. فطرت بقى وخدت سناكس وبتغدى. او مثلا كاني اتغديت و لكن انت ما خدتيش سناكس، ما خدتيش حاجه. لا خالص. انت شبعانه. انا شبعانه، كنت ممكن اخد سناكس كده في نص اليوم، اللي هو برضو اصلا ما باكلش، ما هو اللي اتعود على الاكل اما يقعد ما بياكلش، حتى لو هو مش جعان تحس ان هو وانا ما باكلش ليه، انا ما بجوعش ليه. فتلاقيني بنكش على اي حاجه، ممكن خيارايه من الثلاجه وانا معديه. ايوه ما اعرفش ايه كده، وانا اصلا مش جعانه. يعني مثلا كنت الاول لما اجي اعمل دايت اقطع 4 5 خيارات، الخيارية نفسها ما مكملهاش. ايوه فابتديت ان انا اكل بكميه قليله. طيب يعني هو دلوقتي خليكي شبعانه بالظبط، سد شهيتك، ولما حتى بتاكلي في ميعاد الاكل بتاعك بتاكلي كميه قليله، وده اللي بيخسسنا مش كده؟ بالظبط كده. وشرب الميه طبعا. طبعا خليني اشرب ميه كتير جدا. مش عارفه قلت لكم المره اللي فاتت ان انا عندي مشكله مع الميه. ايوه قلتي. بحبها خالص، ما بحبش طعمها اصلا. فكان عندي نقص دايما في الميه، فهو بيخليني لا طول الوقت انا عايزه اشرب ميه. مش حته بقى رقي ناشف وان هو مش قادره، لا لا انا مشتهيه للميه، عايزه اشرب كوبايه ميه. فخليني انا اول كنت باخد الكبسوله بشرب وراها كوبايتين ميه. تمام ده اساسي. حلو. بعديها بشويه احس ان انا عايزه اشرب تاني فاشرب كوبايه ميه. فانت اليوم بتاعك العادي قبل الكورس كنت كل ما بتجوعي بتاكلي ساندوتش جبنه، ساندوتش عارف ايه، شويه رز على شويه طبيخ. دلوقتي انت حاسه انك عايزه تشربي، تاكلي حاجات خفيفه لان بطنك انت اوريدي حاسه بالشبع. سوائل كتير. يعني انا الاول لازم كل اكل مع بيبسي. في حاجه برضو لاحظتها بس ممكن ما بتحصلش مع كل الناس، انا من الناس اللي بتحب الفيزي درينكس قوي، الحاجات الغازيه دي بالظبط كده. طيب انا دلوقتي لا ما منعاها خالص. ممكن انا عايز اسالك سؤال بخصوص الحته دي. هو فعلا الفيزي درينك بتبقى حتى لو دايت بتعمل كرش؟ دي حقيقه يعني؟ دي حقيقه. تمام. الماده الغذائيه نفسها هي اللي بتزود في الوزن، مش بس السكريات. حتى لو مكتوب عليها دايت؟ بيقول لك بيضحكوا علينا بقى ولا ايه؟ دايت عشان والله دي حقيقه وانا جربتها بنفسي. يعني حتى بعيد عن الناس بتقول لا دي دايت فما بتتخنش، زيرو كالوريز. بالظبط كده. بس انا دلوقتي في الماده الغذائيه نفسها هي اصلا بتزود في الوزن، انا جربت. وبتعمل كرش؟ بتكلم عن تجربتي. تجربتك الشخصيه. فيعني انا عارفه ان في ناس تقول لك لا علميا ما اعرفش ايه وان هي ما فيهاش كالوريز اصلا وما فيهاش سكريات والكلام، بس انا بتكلم عن تجربتي انا، لقيت نفسي لا بمنعها خالص مع اني انا بحبها جدا. طب انت بتحبيها جدا وانت يعني كحد يقدر يجيب الكورس، هل كل الناس تقدر تجيبه ولا عشان هو بيعمل كل المميزات دي فسعره مبالغ فيه فمش كل الطبقات الاجتماعيه تقدر تجيبه؟ طب ما احنا عاملين خصومات. يعني انا دلوقتي مثلا لو الكورس بتاعي ب 100 جنيه، فانا اقدر اخد كورس الثلاث شهور ب 30% من حقه، يعني ب 30 جنيه مثلا. حلو. يعني هو بيعمل خصم، انت عامله خصم 40%؟ عامله خصم على كورس الثلاث شهور 70%. 70% على الكورس الثلاث شهور. 40% دي لا ده لسه في كورس الشهر. حلو ما شاء الله. 70% ده بيخسس قد ايه بقى يا دكتوره سمر؟ ده بيخسسنا من 35 كيلو ل 40 كيلو خلال الثلاث شهور. ما شاء الله. حلو. فانا بنزل وزن عالي جدا واقدر اخد الكورس ب 30% من حقه بس. طبعا كمان جنب ان انا باخد الكورس 30% من حقه، انا بقدر اخد المتابعه والشحن مجانا. جميل. يعني انا مسهله عليهم كل حاجه. حلو قوي. كل الامور ممكن تتسهل. عاملين خصم على كورس الشهرين 50%. حلو قوي. يعني هقدر اخد كورس الشهرين بخصم 50%، يعني هدفع نص حق الكورس وبرده هاخد المتابعه والشحن مجانا. تمام. طبعا الشحن لاي مكان، اي محافظه في البلد. بالظبط كده. حتى لو هي في اخر على الحدود برده مجانا، بيوصل لك لحد البيت مجانا. اوبشن حلو قوي. طيب كورس الشهر عامله عليه خصم 40%. جميل. يعني انا هقدر ان انا اخد الكورس بخصم 40%. حلو. هقدر انزل. طيب في الشهر قد ايه؟ بننزل في الشهر من 12 ل 15 كيلو. حلو. ده لكل الناس اللي عندها اوزان مثلا انا عايز انزل من 10 15 في الحدود دي. طيب
انا اعلى من كده بشويه، عايزه انزل 20 25، يبقى علينا وعلى كورس الشهرين. حلو قوي. اللي طبعا عليه خصم 50%. اه طيب، كورس الثلاث شهور زي ما قلنا بينزل من 35 كيلو ل 40 كيلو عليه خصم 70%. فانا بقدر اخد كل الحاجات دي بالمزايا دي، فانا مش عايزه اضيع الفرصه، بالعكس انا دلوقتي بتفرج هتتصل على الارقام اللي على الشاشه عشان اقدر احصل على الخصم ده، لان طبعا الخصم الاول 100 متصل من الحلقه. تمام. طب انا ساعدتك بالخصومات وان الحاجه بتوصل لك لاول 100 متصل. اه بس كده يعني نلحق كلنا نتصل النهارده، عشان انا ملاحظه ان انتوا كل يوم في عرض جديد، يعني النهارده 100 متصل، بكره للساعه كذا، فكل يوم في حد جديد على حسب العرض. بقى دلوقتي انا عندي عرض الاول 100 متصل. الارقام اللي انت بتقولي عليها دي على الشاشه؟ اه بالظبط كده. وايه تاني عندكم؟ تتواصل معاكي ازاي؟ الصفحه سواء وان دايت او دايت لايف على الفيسبوك هيقدروا يبعتوا رساله واحده برده، هيبقى ليهم الخصم، هيبقى معاهم الخصم، لان اوريدي هم هيبقوا باعتين من الاول حد 100 حد بعت على الصفحه. حلو قوي. برده هتتابعيني على نفس الارقام يا دكتوره؟ اه طبعا. مش كده؟ طبعا. بصي، اهم حاجه، اهم من الكورس، المتابعه. انت بقى بما انك خدتي التجربه دي بشكل شخصي، طبعا اللي انا شايفاه ده كان قبل ما تبقي خبيره تغذيه علاجيه، ولا انا فاهمه غلط؟ لا، كنت الاثنين يعني. كنت هتبدا يعني كنت لسه بادئه؟ انا اصلا كنت يعني حد طبعا حافظ على وزنه كويس جدا. كل الفكره ان انا حصل لي مشكله في ظهري فقعدتني، فما كنتش عارفه اخس، وخاصه ان انا كنت باكل. والاكل يعني عايزه اقول لك بقى ان هو الاكل كل ما تشتهي نفسك فيه. فمحطوط، فمش قادره ان انا ابطل. اتعودت في الفتره اللي انا قاعده فيها دي باكل كتير جدا. تمام. فابتديت ان هو لا، انا عايزه استوب مع نفسي، اعمل دايت مش نافع. ابتديت اخس، بس حاجات بسيطه. وفي نفس الوقت دايخه جدا، دايخه جدا ومش قادره اتحرك. طب انا هعمل ايه؟ لا خلاص، يبقى انا عليا ان انا اخد حاجه. احنا بنلجا لحته ان احنا بناخد حاجه دي امتى؟ لما نكون حاولنا اكتر من مره. ايوه، انا حاولت اكتر من مره مع نفسي ان انا اعمل دايت، ما ينفعش. في ناس بتجيلي تقولي انا والله كنت اعمل عمليه تكميم، انا كنت هخاطر بنفسي وادخل، مع ان ما ينفعش عليا البنج، ما ينفعش عليا العمليات. لا، طب ليه بتخاطري بنفسك؟ ما احنا لسه عندنا فرصه. ايوه، يعني دايما بقول حتى الناس اللي عندها صداع اول حاجه بيلجأوا لها ان هو انا اخد مسكن. ما ده طبيعي. حاجه للصداع. امال اللي عنده صداع يعمل ايه؟ لا، انا ما بلجأش، يعني انا واحده من الناس ما بلجأش لكده. طب ما انا اشوف الصداع ده جاي منين؟ الاول. عندي بدايل كتير قوي، احنا اصلا كنا عايشين زمان بالطب البديلي اللي هي الاعشاب الطبيعيه. والطب النبوي والحاجات دي. بالظبط. طب انا ليه ما بلجأش لزمان؟ يعني زمان ده كل البركه فيه. فهو انا بلجأ لنفس حاجات زمان، ابتدي مثلا انا اشوف الصداع ده، انا ما نمتش، اكل حاجه مسكره، يعني انا من الناس اللي بتجيلها صداع، ابتدي اكل حاجه مسكره، كوبايه شاي. ابتدي اشوف الصداع بتاعي ده هيروح ولا لا، محتاجه ان انا انام شويه. يعني حاجات بديله، مش اجري على طول للحاجات اللي ممكن تضرني ويبقى ليها اعراض جانبيه. انت عايزه تقولي ان الكورس ده ميزته انه لما يكون حد عايز يعمل دايت وعمال بيلجا لطرق كتير لدرجه انه ممكن يلجا لشفط وشد وتكميم وحاجات جامده جدا، في بدايل كتير يا جماعه. الجاوا للاعشاب الطبيعيه اللي هي الاعشاب اللي ما فيهاش كيميكلز اللي موجوده في الكورس، ولا لو انا جبتها من عند العطار كده باودر مش هعرف اشربها، هتقرفني من الموضوع. بالظبط كده. فنجيبها من خلال الكورس اللي هو الارقام اللي انا لو جبتها من عند العطار مش هعرف اخد النسبه المعينه. يعني انا في الاناناسيوم قلت لك معانا قشور السليم، الياف التفاح، الياف الاناناس، مش هقدر بقى اطلع تفاح لوحده واناناس لوحده وبعدين قشور السليم وما اعرفش ايه توت البري عشان يعلي لي معدل الحرق. والله ولا حد هيعمل كده طبعا. كل ده في كبسوله واحده، يبقى انا مسهله عليك، لان احنا اصلا بطبعنا كسوليين. لا لا، انت بتقولي لي لا، ومش انا مش دكتوره عشان اعرف ايه النسب وهقرف. وبعدين في اطفال عايزين يخسوا، ده اللي لسه هساله لك. بس انا برضو عايزه اشوف، مش انت بس معلش اللي شفناكي، برضو انت جايبه لنا حالات معاكي زي حالتك برضو قبل وبعد كان شكلهم عامل ازاي. يلا يا جماعه نشوف الحالات، قبل كانت ايه وبعد بقت ايه. ما شاء الله، كانوا 85، كانت 85 بقت 65، 30 كيلو، 20 كيلو سوري، في شهرين. ما شاء الله، حلو قوي قوي. ده انت بقى ال 20 كيلو دول خسيتيهم في قد ايه؟ انا عن نفسي ما خسيتش 20 كيلو، انا خسيت اكتر من 20 كيلو في 3 شهور. بس انا ما حسيت ان انا خسيت قوي. رجعت لا، اللي هو انا مش هثبت دلوقتي، لان احنا الكورس معاه تثبيت عشان ما يرجعوش يزيدوا مره ثانيه. تمام. فدي نقطه مهمه. ساعتها قلت لا، انا مش هثبت دلوقتي. عايزه اقول لك ان انا المفروض بتابع الناس، بس كان معايا طبعا الناس من المنظومه معايا من الدكاتره كانوا متابعيني، لان هم كانوا فرحانين. تمام. ان دي حد مننا وبيحصل معاه كده.
طيب قولي لي بقى يا ستي دلوقتي ده خس 30 كيلو في 3 شهور يعني كل شهر 10 ولا خس الاول 15 والباقي في الشهرين ولا ده كانت ايه حكايته؟ بصي لا هو ما خسش كل شهر 10 بس هو احنا خسينا يعني هو ما كملش 3 شهور بالظبط كمان عايزه اقول لك احنا خسينا في اول شهر من 12 كيلو ثاني شهر خسينا 11 كيلو الشهر الثالث ابتدينا نخس 8 كيلو حلو جميل طيب. ابتدينا نخس واللي هو خلاص في الاسبوع الاخير لا انا خلاص انا عايزه اثبت انا المره دي كده انا تمام كده بقول لك في البدايه في ناس بتبقى عايزه توصل للمثالي وفي ناس لا عايزه تقسيمه معينه وده برضو اللي بيعمل عليه الفينيل هشرحه لك لما نخلص الحلقات حلو قوي ده خس 17 كيلو ودي دي بنوته خست في شهرين 17 كيلو ما شاء الله الحاله دي برضو فعلا يعني انا حاسه كده انها بقت فرحانه قوي لان هي كبنوته بتكون زايده اوفر ويت 17 كيلو ده معناه ان هي دخلت في شكل كانها مدام وهي حبيبتي لسه ما بنزلت حقيقه مش كده انت لو شفتي صورتي الاولانيه احنا لما بنتخن بنبتدي ندرف نفسنا يعني انا لابسه جاكيت وحاطه شال ومدريه الكرس والبطن والالوان اسود وكحلي ما بلبسش غيرهم دي حقيقه على فكره كنت بروح دايما للحاجات الغوامق عشان ما تبانش ما باين في الصوره وانت فعلا كنت لابسه غوامق دي حقيقة وابتدي اغطي بقى يعني اغطي كل منطقة يجيبوا دريسات طويلة بلوزة طويلة عباية بقى انت كده هتخشي في العبايات وخلاص بقى هتسيبي نفسك دي حقيقة طيب قولي لي بقى يا ستي انت هنا جايبه لنا حاله معاكي خست 30 كيلو في 3 شهور زي ما كنا بنقول من شويه طبعا يا جماعه كل واحد بيخس ممكن واحد يخس 10 في 10 في 10 ممكن بس طبعا في الاول بيبقى اكتر حاجه وبعدين بيقل المهم ان انا ليا نتيجه في الاخر 3 شهور ما شاء الله 3 كيلو 30 سوري كيلو بالظبط بصي هو مش كل يعني مش ان انا مثلا بنزل وزن وبرجع اقل عن الوزن لا بالعكس انا كل اسبوع بنزل هو نفس الوزن يعني لو نزلت في الاسبوع 4 كيلو اللي بعده بنزل 4 كيلو حلو. وده اللي دايما بكون حريصه عليه في الكورس ان في حاجات كتير قوي باخدها تنزلني في الوزن وبعد كده بعديها بشويه لا حصل لي ثبات للوزن ايوه فهنا بقى الدور المتابعه عشان ما يحصلش ثبات في الوزن عشان ما احسش ان في دروب حصل وان احنا ما بننزلش في الوزن حلو. ده طبيعه الجسم عامه طيب احنا دلوقتي يا جماعه احنا راجعين لك تاني بس فاصل ثواني راجع لكم تاني نطلع بقى المكرونه واقول لكم الصوص تعمل ازاي ونكمل اسئلتنا مع حبيبتي اللي منوراني الاستاذه سندس مصطفى خبيره التغذيه ثواني راجع لكم تاني استنوني ورجعنا لكم تاني وطلعنا المكرونه من الفرن وزي ما حضرتك شفتي ما اخدتش غير 10 دقائق كلها عملتها قدامك من الالف للياء ما خدتش يا جماعه 25 دقيقه على بعض بالتسويه وحابه بس سريعا اقول لكم ان احنا عملنا الصلصه الظريفه دي بتاعتنا ان احنا شوحنا بصلايه مبشوره في معلقتين من الزيت وبعدين نزلنا عليها بمعلقه صغيره من الثوم المفروم شوحنا كويس جدا وبعدين طشناها بمعلقتين من الخل ونزلنا بطماطم مبشوره وشويه صلصه شوية مية صغيرين وحطينا شطة للي محبي الشطة وشوية ملح وخلاص بقت عندنا الصوص الجميل ده لما نيجي نبقى ناكل الطاجن ناكل الطاجن ونحط عليه معلقة من الصلصة الحلوة دي وناكلها عشان يا جماعة احنا كلنا كنا زمان اهالينا اجدادنا وامهاتنا كانوا بيعملوها كده ولا ايه رأيك يا سندس؟ لا طبعا ايه رأيك حلوة؟ تحفة وطبعا ايه احنا زي ما انت شايفه كده لكل فرد وكل مواطن له طاجن عشان نضمن انه اكل وخلص لا ولازم ياكل الطاجن كله على بعضه صح كده بالظبط كده طيب قولي لي بقى احنا دلوقتي معانا يا جماعه سؤال الصفحه بتاعتنا بيجي عليها اسئله سؤال العيله النهارده هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه كان يا سندس في بنت المفروض انها معزومه على فرح ما عرفتش تروح الفرح ده علشان صاحبتها بتقول لها يا بنتي هو في ايه انت ما جيتيش الفرح ليه قالت لها انت مش شايفه جسمي ولا ايه انت بتهزري انا هلف بقى على محلات مصر كلها ولا لسه هفصل انا تخينه جدا مش هلحق ان انا كنت اعمل حاجه عشان منظري والفستان مش هيبقى حلو وانا تخينه هيبقى شكلي مش ظريف فانا بقول لها ما تلفيش خالص يعني انا مش محتاجه ان انا الف انا محتاجه بس ان انا اخد الخطوه اخد الخطوه من خلال ان انا اتصل على الارقام اللي على الشاشه او سواء الصفحه بتاعت وان دايت او دايت لايف ساعتها بقى احنا مش محتاجين نلف على الفساتين احنا محتاجين ان احنا نخش ونشوف احنا هناخد انهي فستان من كتر ما احنا محتار عشان كله هيليق علينا ايه الثقه دي ايه ده كرسي الانسيليوم هو بصراحه بعد اللي انا شفته كصور ليكي شخصيه اي حاجه هتقوليها بعد كده امان وامين ومش هراجعك ولا كده انا ما بتكلمش بثقه من فراغ انا بتكلم بثقه من حاجه انا متاكده منها مجربها بنفسي تجربه شخصيه بالظبط كده عشان انا مجربها بنفسي عندي ثقه عاليه جدا ان الكورس هيجيب معاهم نتيجه الكورس بالكامل امن سواء بقى على امراض يعني الامراض المزمنه قلب سكر ضغط
عشان الناس كتير قوي تقعد تقول لك طب ما انا عندي الضغط، طب انا عندي السكر، طب القلب، ما هو مفيش مخاطره او اي حاجه من الحاجات دي. لا، الكورس بالكامل اعشاب طبيعيه موثق من وزاره الصحه المصريه. حلو. هيقدروا ان هم يحصلوا على الخصومات اللي احنا قلنا عليها. الكورس 3 شهور هينزلنا وزن كويس جدا، وفي نفس الوقت انا بنزل بطريقه امنه وصحيه. كورس 3 شهور عليه خصم 70%، بينزلنا من 35 كيلو ل 40 كيلو. كورس الشهرين عليه خصم 50%، بينزلنا من 20 ل 25 كيلو. ايوه. كورس الشهر عليه خصم 40%، بينزلنا من 12 ل 15 كيلو. ايوه. الكورس بالكامل موثق من وزارة الصحة. الكورس بالكامل أعشاب طبيعية. أيوة. بقدر أخد فيه الأناسيليوم اللي بيكون مكون من قشور السليم اللي بتساعد على سد الشهية. ألياف التفاح، ألياف الأناناس، كل الحاجات دي بتقدر إن هي تسد معايا الشهية. التوت البري اللي بيعلي لي الحرق 4 أضعاف الحرق الطبيعي. 4 أضعاف الحرق الطبيعي دي يعني أنا اتحركت وأنا ما اتحركتش. تمام. أنا قاعدة في البيت ما عملتش رياضة، ما اتحركتش، ما اتمشيتش، أكني اتمشيت على الأقل 2.5 ساعة على مدار اليوم. طب انا مشيتهم وانا قاعده مكاني. يعني هو ده الحرق اللي انت بتقولي عليه. بالزبط. ان احنا دايما دكاتره الدايت يقول لك ايه العبي رياضه، اقول له ليه؟ ما انت مديني نظام. يقول لي عشان نعلي الحرق. طب حرقك ضعيف. ما انا مدياكي بديل. ما هو في ناس كتير قوي ما عندهاش وقت، في ناس مش هتقدر عشان صحتها، في التزامات كتير، انا عايزه بديل. انت نفسك شخصيا قلتي لي ظهري كان محتاج عمليه ضروريه وانا كنت قاعده تماما، فكنت محتاجه حاجه هي اللي تعمل كل حاجه، هي اللي تسد لي الشهيه وهي اللي تديني الاراده وهي اللي تعلي لي الحرق، لان انا واحده قاعده 2 3 شهور. لو انا ما خدتوش بقى وعامله دايت ممكن اخس 3 كيلو في ال3 شهور. طب لو انا ما خدتوش ومش عامله دايت هتخلي 10 20 كيلو. دي حقيقه. طب لو انا بقى قاعده وخدته هخس زي ما حضرتك خسيتي 25 كيلو. بالظبط كده. حلو. ومش بس ان انا بخس، ما انا لما ابتدي عندي مشكله في ظهري ولما قعدت والوزن زاد فابتدت المشكله تكبر اكتر. ما انا خلاص احنا عندنا فقرات بتشيل وزن معين، انا ابتديت. شفتي بقى الموضوع انت عماله تفتحي في حاجات انا مش واخده بالي منها ولا مركزه خالص. الموضوع بيروح في حته تانية. ما انا لما هبقى زياده هبقى زياده عن المفصلات، هبقى زياده على عظمي، هبقى زياده على غضاريفي، كل الحاجات دي مش تقدر تستحمل. يعني انت لما خسيتي على كورس الانسيليوم ده ساعد في شفائك وما اضطريتيش تعملي عمليه لظهرك. دي حقيقه. صح. مش احنا يعني كنا قبل الهوا كنت بتقولي لي انا ما عملتش عمليه بسبب اني خسيت؟ كانوا بيقولوا ان هي عمليه. فانا لما قعدت ابتديت املى. ما فيش حركه. طيب المليان ده بيبتدي ان هو انا زياده على الفقرات بتاعتي، فابتدت تضغط اكتر، فابتدى المشكله تكبر. ابتدت ان هو لا عمليه ما فيش علاج طبيعي، فانا محتاجه انزل في الوزن اولا عشان خاطر ما يبقاش في اعراض جانبيه. وعشان خاطر ان انا ناليت في الوزن جامد، ما بقتش قادره اتحرك. حلو. ما كانش بس شخصي كشكل. ايوه. لا الموضوع مرضي. كان بالنسبه لي مرضي وعمليه والحمد لله ما عملتهاش. طيب بصي بقى، انت جايبه لي طبعا مش لوحدك اللي بتتابعي الناس، في هنا دكتوره مريم حضرتك يعني جايبه لنا ريفيوهات من عندها، بتقول لك انا مبسوطه قوي والله، بتقول لها يعني ومش عارفه اقول لك ايه، انا كنت 104 وبقيت 93 والكلام ده هي خسته في شهر. اللهم بارك يا حبيبتي، استمري ان شاء الله تكملي كل حاجه. طيب في حالة تانية كمان، النهاردة أنا بقالي شهر بستخدم الكورس، لما بدأت كنت 97 ودلوقتي أنا بقيت 86 ما شاء الله، هي خست في ال10 أيام دول من 89 بقت 68. هي كده خست قد إيه؟ كانت كام؟ 11 كيلو. 11 كيلو صح كده؟ ما شاء الله، دي حاجة حلوة قوي. طيب في ريفيو تاني معانا هو يا جماعة، نزلت كام كيلو؟ دي كانت 105 ما شاء الله وخست. بتقول انا هتوزن بعد 3 ايام. هي دي خست قد ايه؟ مش واضح قدامي هنا. دي خست 10.5 كيلو. بتقول لكم ميرسي جدا جدا على الكورس الاكثر من رائع ده، وانا اخدته وهيستمر بقى هي لغايه 3 شهور عشان تخلص وتثبت كمان اللي هو الفينل اللي حضرتك هتقولي لنا ايه مميزاته. طيب هقول لك مميزات الفينيل. اول ميزه فيه ان هو بينحت لي القوام. بمعنى انا بنزل في الوزن بس بنزل حته واحده. أيوة. فيش تفاصيل او حاجه، وده اللي ظهر في حته الصوره الاولانيه بتاعتي، كنت حته واحده فابتديت. أيوة. ان لا يبقى عندي تقسيمه. تقسيمه في الوزن. بيثبت لي الوزن. تمام. دي اهم حاجه ان انا اثبت الوزن بعد ما بنزل في الوزن. يعني انت دلوقتي من خلال الكورس ده هدي لي بقى العروض سريعا عشان احنا مضطرين نختم عشان وقت الحلقه. اوكي. خلينا نقول الخصومات اللي على الكورس 70% على كورس 3 شهور، 50% على كورس الشهرين، 40% على كورس الشهر. بناخد حاجه لسد الشهيه اللي هي الاناسيليوم. ايوه. بناخد طبعا الماجيك بوكس اللي بيساعد على حرق الدهون الموضعيه اللي هي منطقه البطن والجناب والارداف. حلو. بناخد الفينل اللي بيساعد على نحت القوام وتثبيت الوزن. طبعا الهدايا اللي دايما ثابتين عليها واساسيه في الكورس كريم الترهلات وكريم البشره.
وطبعا الفيتامين الفيتامينز والتوصيل والمتابعه. احنا بنشكرك جدا جدا. احنا يا جماعه بنشكر معانا خبيره التغذيه العلاجيه الاستاذه سندس مصطفى على المعلومات القيمه دي، وبقول لكم ما تنسوش تجربوا المكرونه حلوه جدا ان شاء الله تعجبكم. اي سؤال تقدروا تخشوا على صفحه اكله العيله ان شاء الله. استنونا بكره الساعه 1 الظهر برنامجكم اكله العيله. باي باي.